أدى أشرف والي ولاية بومرداس على توزيع 3250 قفة لصالح العائلات القاطنة بمناطق الظل بالولاية. سنشرف على توزيع 3545 طرد غذائي لفائدة العائلات التي تقطن بهذه المناطق والتي تضررت من أزمة الكورونا، هذا بالإضافة إلى كل الأعمال التضامنية التي أقرتها الدولة لفائدة هذه العائلات. إضافة إلى 3545 طرد غذائي، هناك 1000 طرد يتضمن مواد نظافة الجسد، يعني دي برودوي دونتريتيان كوربورال، سوف ترافق هذه الطرود عبر 32 بلدية التي تشكل الولاية.